السلام عليكم، مرحبا بكم معايا طبعا على قناتي وقناتكم اللي هي جميلة برستيج. في الموديلات اللي وعدتكم بها هما الموديلات ديال القطمات ديال العيد. طبعا غادي تقولوا لي واش غادي نلبسوا نهار عيد؟ اكيد لا، ولكن نهار ثاني عيد او بالليل عيد ان شاء الله. كنا كنعرفوا حنا كعادتنا في المغرب كتكون عندنا العرايض وكنعرضوا على العائله او كنمشيو حنا عند العائله، فضروري انك تلبسي شي قفطين بحال هكا اللي خفيف ومتول. اختاريت لكم هاد الموديلات هادو، هما قفطنات هادو ديال ساسان كريب او كريب اللي كيكون ملون، كيكونوا فيه هاد اللوينات هادو اللي خفاف اللي دارجين دابا على الموضه وفي الصيف، وفي نفس الوقت هو خدمه ديال يعني خدمه ديال الرانده كلها هابطه حتى لتحت كما كتشوفوا معايا. وانا درتهم شويه طوال على حساب اللي بغاو الحزام، واللي ما بغاش الحزام راه ممكن انه يحيدهم. كذلك الكمام في رمضان كنت درت لكم قفطنات طرواكار، بزاف اللي قالوا لي بغيناهم كمام على قبل، يعني كيكون اختلاط في العائله وهذا، فبغاو شي حاجه اللي تكون كميمات. وكذلك المحجبات بالنسبه للطايره طاي ستوندار او طاي كله غادي بالنسبه لي، شوفوا كيف جاني انا عادي. انا عندي صدر من 4 ديال الصدر كنلبس فيه 27 او 26 اونس. انا غادي نوريكم دابا الى حيدت الحزام، شوفوا القفطان، يعني ها نتوما راه يلبس حتى ل 34، يعني الدوبل اكس ال. وبالنسبه لي ملي تحزمت عليه جاني عادي، وحتى يعني الا تحزمت عليه الدوبل اكس ال فراه غادي يجي مناسب. كنظن هاد القفطنات هادو يعني روعه، شوفوا الكول ديالهم حتى هما كلهم بالطرس المغلف هابط حتى لتحت، وانتم كتعرفوا الخدمه ديال الرنده، والناس اللي ديجا تقداو من عندي غادي يعرفوا هاد الخدمه هادي. كاينين موديلات كثار، انا غادي نلبس معكم موديل واحد اخر، نخليكم مع الموديل الثاني. الموديل الثاني كما قلت لكم هو اللوين الثاني اللي معنا هو هذا، شوفوا تبارك الله كيف غزال وجاتها هاد الشجيرات فيه كما كتشوفوا معايا، يعني صيفي 100%. شوفوا الكميمات معايا والخدمه ديالهم صراحه غزال كول طبعا. كذلك حتى هو واسع يعني طايق. وبالنسبه للحزام انا ما قلتش لكم على الحزامات، شوفوا راه تبارك الله يعني راه طوال ماشي شي حاجه اللي قصيره، وهذه شوفوا معايا هذا راه كيلبس. وقلت لكم يعني انا انفوا نلبسو راه عادي معايا جدا. بالنسبه لهاد الموديلات هادو وهاد القفطنات هادو ديال العيد، تواصلوا معايا طبعا على الارقام اللي غادي نخلي لكم. كذلك الناس اللي داخل المغرب او خارج المغرب، فهو توصيل جميع انحاء العالم. داخل المغرب فهو 45 درهم خارج كازا، و 20 درهم داخل كازا. بالنسبه للثمن ديالهم فهو ثمن يعني جد مناسب، نتوما راكم عارفين الخدمه ديال الرنده وخدمه متقونه وكل شيء، فهو الثمن ديالهم متناول الجميع اللي هو 300 درهم يعني بدون التوصيل. كنتمنى فعلا انهم يعجبوكم، بارطاجيو الفيديو اكثر واكثر. غادي نوريكم الموديلات الاخرين، ما غاديش نلبسهم صراحه يعني، ولكن غادي نوريهم لكم. شوفوا معايا هذا اللون، البنات اللي بغات شي حاجه سكرينيها، شوفوا الهبطه الخدمه كلها كي هابطه. البنات سكريني وصيفطوا ليا، بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا يهضروا معايا كنتمنى ملي يدخلوا الواتساب. شوفوا هذا اللون كغزال السماوي. دخلوا الواتساب نيشان تفتحوا لي التصويره ديال الموديل اللي بغيتو وتقولوا لي شنو اللي بغيتو، لان بعض المرات كيدخل شي واحد كيبقى الله كيبقى غير السلام عليكم وكيبقى معطل وهذا وكيعطلنا حتى حنا على الخدمه وعلى كل شيء. شوفوا معايا فنيشان يعني دخلوا في صلب الموضوع، السلام عليكم وتصيفطوا السكرين ديال البياسه. وبالنسبه للتوصيل فان شاء الله راه كيكون على 24 ساعه. شوفوا لي هذا الموديل كيغزال، كنتمنى فعلا ان هاد الموديلات هادو يروح تقطع علينا الفيديو ماشي مشكل، غادي نكمل كما قلت لكم. الموديلات ديالي هما هذا سكرينيهم وصيفطوا ليا على الواتساب، وان شاء الله نتواصلوا معكم. البيس ان شاء الله او الموديلات غادي يوصلوكم الناس اللي بغاهم على 24 ساعه. كنتمنى راه الكميه يعني محدوده، كنتمنى فعلا انهم يعجبوكم ويروحوا الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده على الجميع، وكذلك كتشجعوني على انني نحط الفيديوهات هنا كفيديو ماشي كشورت فيديو، لانني اغلب الفيديوهات كنحطهم يوميا كشورت فيديو، يعني كيعطلوني في المونتاج وفي هذا فكنحطهم كشورت فيديو. نعاود نقول لكم الثمن ديال البيس ديال القفطنات ديال العيد بالصحه والراحه هو 300 درهم، وان شاء الله توصيل جميع انحاء العالم وانحاء المغرب. طبعا كانت معكم جميله على قناتي وقناتكم اللي هي جميله فريستيج، وعواشركم مبروك.